خلينا نروح لست بمية راجل، ست بمية راجل. في مهن كده بنقول دي هي أصلا مهن بتكون شاقة على الرجالة نفسهم، فما بالك لو ست تقدر تدخل في هذه المهنة وتشتغل فيها وتبقى شاطرة ومعروفة كمان. دي الحكاية اللي هنشوفها دلوقتي مع ضيفتنا اللي هتكون موجودة في هذا التقرير، دعاء حسن، اللي برضو قررت تنزل وتشتغل في مهنة بيقال عليها إن هي مهنة قاصرة على الرجالة، مهنة بيع الخردة، وبقت معلمة كبيرة جدا 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 في هذه الصنعة. هي شغلنا شاقة على واحدة ست شوية، بس أنا مرتاحة فيها الحمد لله وراضية، يعني أهم حاجة الرضا من عند ربنا. أنا اسمي دعاء حسن، أنا بشتغل حاليا في مهنة الخردة، بنزل ألف على الورش والمخارط ومحلات الكهربائية بتاعت التكاتك أو الورش بتاعت العربيات، بلم شغل خردة حديد وألمونيا. الحمد لله أنا ما اشتغلتش لأجل الظروف، أنا وجوزي في الشغل ده مع بعض، ايدنا في ايد بعض وكتفنا في كتف بعض يعني، ومعايا 3 اولاد مراحل تعليميه كلهم الحمد لله، فلازم الست تبقى ايدها في ايد جوزها، ويعني هي الحياه سند يعني، لازم نسند بعض. بشتغل حوالي 6 ساعات في اليوم او اكتر. اصعب حاجه في الشغلانه اللف، ان انا امشي من ورشه لورشه عقبال مثلا ما بلف منطقه كامله، دي بتبقى شيء متعب شويه، لحد ما ايه ما بلاقي ورشه فيها مثلا شويه شغل حلوين ببتدي انقضهم، يعني بشتري الحديد لوحده، الالمونيا الناشفه لوحدها، لان الالمونيا دي بتخرج من التكاتك او العربيات، باخد كل معدن لوحده يعني، وبوزن وبحاسب الايه صاحب الورشه قبل ما امشي، وبلف على اللي بعده على اللي بعده، وبعد كده بروح جايبه مثلا توك توك اخد شغلي مره واحده من ايه من الورش، ممكن اروح الساعة 1 الساعة 2 بالليل. اول ما بنزل مثلا على حد جديد اقول له مثلا عندك خرده، الاقيه بص لي خرده ايه، يعني لو بيستغربوا بس ان انا حد ست في المهنه دي، بس بعد كده بياخدوا عليا، والناس بصراحه جدعان جدا يعني، بلاقي ناس بتقف معايا بجد، ورشه ممكن اوطي واشيل منها ورشه تانية يقول لي خليكي انت اقعدي بس احنا هنقسم لك الشغل خديه في شويه، يعني في ناس ولاد بلد. يعني انا مبسوطه بالستر من عند ربنا، وما بتمناش اكتر من ان انا اربي ولادي تربيه صح.